تقييم خبير التسويق بطل الاصناف. تمام. مبدئيا كده انا اتشرفت بحضراتكم بصراحه، يعني مبادره جميله جدا وحاجه يعني ما شاء الله. مبسوط طبعا ان انا يعني اعرف حضراتكم وحضراتكم تعرفوني، وباذن الله يعني هنفيد بعض كتير جدا جدا، و نقدر ان شاء الله اقدر افيدكم بشكل كبير يعني. وشكرا للفرصه السعيده دي. مبدئيا كده ممكن اديكم تعريف صغير كده عني، او بريف صغير كده عني. في ناس بتسأل، الصوت موجود؟ هو انتوا كده سامعيني طيب، ولا في حد تاني الصوت عنده بيقطع؟ طيب تمام، طيب خلاص اوكي. سوري معلش لو النت قطع عند حد، بس يعني ممكن اقول يعني عيدكم تاني. وبس انا كنت بقول يعني ان دي فرصة سعيدة بجد ان انا اعرف حضراتكم، او ان احنا نتقابل ونقدر نفيد بعض اكتر بشكل كبير، او نقدر نفيد بعض بشكل كويس. مبدئيا كده انا محمود حسين، شغال في الماركتنج بقالي كده بالظبط من 2011، بقالي حوالي 9 سنين شغال في المجال as a consulting، وشغال training. المفروض ان انا اشتغلت مع شركات مختلفة بره مصر وجوه مصر. الشغل كان عبارة عن مجال الماركتنج، لو تنفيذ او بلان او تخطيط او تنفيذ او اي حاجة ليها علاقة بالماركتنج. المفروض ده اشتغلت كتريننج من 2016. كاتب في 3 كتب المفروض ان انا كاتبهم في المجال. حاليا المفروض ان انا بشتغل على جزء الماركتنج كتدريس، لكن مش بالواي الكورسات وما الى ذلك، حتى ده باذن الله هنمارسه سوا. هيكون بجزء من البحث العلمي او التنفيذ العملي، بحيث ان ما يبقاش الموضوع يعني مقفول على انه كورس وخدت كورس وخلاص وخلص، وبعدها انت تلاقي نفسك مش عارف اي حاجة، او ما استفدتش الاستفادة المفروض تاخدها، او معرفتش ان انت تاخد الافادة الكاملة وتطبق ده على شغلك. ده بالنسبة لي او بالنسبة للي المفروض هنشتغله سوا. طيب المفروض احنا المرة دي هنعمل ايه، او المفروض في المقابلة دي ايه اللي هيحصل فيها؟ المقابلة دي المفروض هنشتغل على الجزء بتاع النيدز نفسها او الاحتياجات نفسها. حضراتكم يعني نعرف بالظبط واقفين فين، او واقفين عند ايه بالظبط، او محتاجين ايه بما يتناسب مع الشغل بتاع حضراتكم. يعني والله مثلا انا لو بكتب مثلا مقال، او بكتب جزء بس في جريدة ورقية، فهنا انا ممكن محتاجش مثلا الجزء بتاع الـ SEO او الجزء بتاع محركات البحث. طيب لو انا مثلا بشتغل في جريدة، انت سامعني كده يا استاذ مصطفى؟ طيب لو المشكلة من عندي في الصوت انا ممكن احاول اظبط. تمام اوكي. لا هي تقريبا استاذة إناس يا مولا. يعني ممكن تحاول ان هي تخرج او تظبط النت، او تفتح من باقة مثلا تانية، او موبايل تاني او حاجة. تمام.
انا بس برضو بحاول اتابع مع الزملاء اللي عندهم مشكلة على الفيسبوك. بس اوكي تمام. المهم زي ما تمام. دلوقتي المفروض بنتكلم بقى في الجزء بتاع الاحتياجات بالظبط. يعني حضراتكم المفروض نفهم محتاجين ايه بالظبط، او كل نحاول نظبط ان احنا نشوف الاحتياجات ايه بالظبط. يعني مثلا زي ما قلنا، لو انا بكتب في جورنان، فانا المفروض ان انا محتاج ان انا افهم اساسيات الكونتنت او كتابة المحتوى، او المفروض المحتوى بيشتغل ازاي، او اكتب محتوى ازاي يليق بالقارئ او يليق باللي هيكتب او باللي هيقرا الكلام ده. طب لو انا مثلا بكتب في ويب سايت، او بكتب في موقع، او بكتب حاجة من على النت، فانا هحتاج ان انا اكون فاهم الـ SEO كويس، او تنظيم بالعربي كده تحسين محركات البحث، اللي هو انا ازاي اظهر في جوجل بشكل كويس، او اظهر في جوجل في اول صفحة او تاني صفحة، او اظهر في النتائج الاولى من محركات البحث. او لو انا مثلا مش بكتب هنا، او بكتب هنا، بكتب منشورات عادية جدا على فيسبوك، او بكتب في كتب، او بكتب حاجات ما مش لهاش علاقة بالجورنال، او ما لهاش علاقة بالمواقع، فالمفروض لو انا بكتب كتب المفروض اكتب ازاي، او الاساسيات بتاعت الكتابة او بتمشي ازاي. طب لو انا عنديش مشكلة في كل ده، لا هو تقريبا عندك بس يا دكتور، يا استاذ مصطفى، او يا باشمهندس مصطفى. يعني تمام، هو تمام. تمام، انا هكمل عادي. واللي عنده مشكلة في الصوت بقى يحاول ايه يتابع. طيب تمام، خلاص اوكي تمام. فالمفروض بنشوف المشاكل بالظبط ايه بالظبط، علشان نقدر ان احنا نمشي في اتجاه واحد، او يبقى الكل مستفيد بقدر الامكان. طب ده هيحصل ازاي، او المفروض ده هيمشي ازاي؟ المفروض ان احنا هنشوف الاحتياجات، وبناء عليها نكفر الاحتياجات دي، او نشوف الاحتياجات دي هتودينا فين، او هنقدر ان احنا نعالجها ازاي، ونبتدي على الاساس ده نشتغل. تمام. طيب هنعمل ده ازاي؟ هنشوف دلوقتي. انا دلوقتي هاخد الفيدباك، او هاخد ارائكم، تمام، بناء على الحضور، وبناء عليها هنقول طب يا جماعة المفروض ان احنا هنمشي واحدة واحدة ازاي، او المفروض ان احنا عشان نقدر نلم الاحتياجات دي في اتجاه واحد، او نمشي في اتجاه واحد، هنمشي خطوة والتانية والتالتة، ونبتدي نمشيها الخطوات دي ورا بعضها. تمام. فمحتاج بس يعني اعرف كده من كذا شخص من حضراتكم، او من كذا حد، المفروض ان هو ايه اللي واقف عليه ذا ماركتنج، او في جزء الماركتنج بما يتناسب مع شغله. يعني مثلا لو انا مثلا بكتب في موقع، لو انا مثلا بكتب في موقع، طب انا مشكلتي وانا بكتب في الموقع ده ان انا مش بقدر اظهر بالموقع بتاعي، او المحتوى بتاعي في محرك البحث. فهنا خلاص هنفهم من المشكلة عدم الظهور في محركات البحث. طيب لو انا مثلا مشكلتي في ان انا بشتغل على الجورنال، لكن محتاج اعمل مثلا الكتابة تكون بشكل مختلف، او بما يليق مع الناس المفروض ان هي بتقرا لي، او ما الى ذلك. خلاص يبقى انا اعرف مشكلتي في ان انا في الكتابه. طب لو انا مش عندي افكار للكتابه، باجي اكتب، المفروض ان انا بكتب في مجال معين، بس مش عندي الافكار اللي اقدر اجيبها كل شويه عشان اكتب، فازاي اجيب افكار او اطلع بافكار مناسبه؟ فمفروض بشتغل على الجزء ده. فبنشوف المشكله
فين بالظبط، وبنبتدي ان احنا نشتغل عليها. طيب اللي ظاهر قدامي حاليا في الشات ان هي مشكلة ازاي ان انا اعمل دعاية لمدونة بالظبط او الويب سايت بحيث ان هو يظهر بشكل كبير، وبحيث ان هو يلم الدنيا دي كلها وان انا انتشر بيه بشكل واسع. طيب دي مشكلة، يبقى دي مشكلة ليها علاقة. هل المدونة دي، طيب يا أستاذ ريهام لو تفتح المايك تقول لنا المدونة دي بتتكلم عن ايه، او المفروض ان هي بتكوفر ايه بالظبط، او بتستهدف ايه؟ أستاذ رحيم، أستاذ رحيم سمعنا؟ ماشي. يبقى هو أول حاجة اللي الناس تشوفه، يعني يبقى هنشوفه مثلا في وقت من الأشهر مثلا، أكثر حاجة من الناس تمام. ده على الويب، على الموقع صح؟ انا سامع حضرتك، بقولك ده على الموقع صح؟ تمام. ده ما انا بقول لحضرتك ده على مثلا على السوشيال ميديا او ولا على الموقع اللي هو بتاع. تمام اوكي تمام. طيب انا بالنسبة للمشكلة دي، فانا لو انا بكتب على السوشيال ميديا فانا محتاج اكتب الموضوع بيكون ليه محاور مختلفة، زي مثلا عامل الوقت ده جزء من العوامل اللي انا بشتغل عليها، مش هو العامل كله بالظبط. فطيب هل اللي انا بكتبه ده المفروض يكون اول حاجة افهم الناس اللي هي بستهدفها، او الناس اللي انا محتاج ان هي تقرأ الكلام ده، وبناء عليه المفروض بكتب باللغة اللي هم يقروا بيها. بمعنى مثلا لو انا بكتب مثلا للاشخاص او للناس اللي من سن مثلا 20 مثلا ل 25، او من 20 مثلا ل 35، ممكن حضرتك تقولي لي مثلا حاجة بتكتبي عنها معينة وناخدها از اكزامبل، مثال يعني، وودي لحضرتك عليها مثال بالظبط. تمام. طيب ما طيب الناس الكتير دي لازم بيكون ليهم هدف، او لازم الناس، انا دلوقتي مثلا حد عشان اقرا الخبر ده او اقرا الموضوع ده لازم يكون من اهتماماتي، لازم اكون انا عشان اقراه يبقى حد مهتم بيه. مين الناس المفروض ان هي هتكون مهتمة بالاخبار او بالانواع معينة من الاخبار دي؟ مبدئيا مثلا مش هتكون ناس في سن صغير، لازم بتكون ناس في سن كبير، فانا لازم اكتب الكلام يكون مبسط ويكون يقدر يوصل لهم باللغة بتاعتهم. فبناء على الناس دي مثلا اللي هيقرأ الكلام ده لازم يكون من سن 30 ل 45، تمام، لان اي حد اقل من السن ده مش هيكون مهتم ان في نوع جديد او في نوع قديم او ايا كان، هو مش هيقرأ خلاص. انا حد ماليش ده علاقة اصلا بالموضوع فانا مش هعرف. فلازم الكلام يكون متوافق مع قرايته، يبقى لازم الكلام مثلا اولا يكون باللغه العاميه البسيطه لو انا بستهدف الاشخاص العاديين اللي موجودين في البيوت. طيب لو انا مثلا دي اول حاجه، خلاص انا عرفت سنهم ايه او عرفت التفاصيل بتاعتهم، لازم بعد كده بحدد هما اهتماماتهم ايه عشان اربطها بيهم. يعني مثلا لو انا كتبت مثلا اعرف مثلا الانواع الجديده
من المخدرات عشان مثلا او الدواء ده عشان تحافظ على اولادك، او مثلا علشان تاخد بالك منه لسبب معين، لازم اديله اهتمام معين هو يتولى بيه. الهيدلاين اللي هو العنوان الرئيسي، العنوان لازم يكون يشد جدا، وفي نفس الوقت ما يكونش مخادع للقارئ. يعني اللي هيقرا العنوان ده يبقى متاكد ان هياخد النتيجه اللي حضرتك بتقول عليها، بس طريقه القاء العنوان نفسها هي اللي هتفرق. فانا لازم اهتم الاول الناس اللي هتقرا دي هم مين، دي اول حاجه. تاني حاجه لازم أن اهتم بحاجه بنسميها الفويس تون، او الـ الطريقه بتاعه الكلام بتاعتهم ايه بالظبط، الناس دي طريقه كلامها بتبقى ايه بالظبط، وانا بناء عليها بكتب زيها عشان يقدر يسمعني. يعني مثلا لو انا بكلم شاب مثلا عنده 15 16 سنه، ورحت اكلمه طول باللغه العربيه الفصحى، مش هيبقى مهتم، لان هو في عاداتنا او تقاليدنا او الحياه اللي هو عايشها ما بيشوف اصحابه بيكلموا باللغه العربيه الفصحى ولا بيشوف. طب لو انا كتبت له خبر باللغه العربيه الفصحى هو مش هيتقبل، مش هيقرا. طيب لو انا بكتب مثلا لحد هو كبير، لا ممكن شخصية كبيرة تهتم ان هي تقرا حاجة باللغة العربية. فانا اولا لازم اشوف التارجت اودينس او الناس اللي انا بستهدفها تقرا الكلام ده هم مين. تاني حاجة لازم اشوف اللغة بتاعتهم بيتكلموا ازاي، يعني هم المفروض كصوت يسمعوه او بيتناقشوا معاه ايه بالظبط. تالت حاجة بعد كده بشوف العنوان نفسه اللي يشد الناس دي ويخليهم يقروه ويشد انتباههم، دي تالت حاجة. رابع حاجة لازم بحط لهم حاجة في الآخر اسمها call to action، أو حاجة تخليهم ياخدوا رد فعل على اللي أنا كاتبه. يعني مثلا لو أنا في الآخر مثلا قلت لهم يا جماعة المفروض إن أنت لما تقرأ الكلام ده في الاخر تقول لي رايك، او تقول لي مثلا لو عايز تعرف ازاي تتجنب ده تواصل معايا واقول لك مثلا انواع الادويه التانية اللي فيها نفس المخدرات دي، او مثلا احط له اي سؤال او اي حاجه في الاخر عشان اخليه يتفاعل معايا. وكل لما يتفاعل معايا كل لما انا هيزيد عندي ناس، كل لما يكون في تفاعل كل لما عدد الناس يزيد وينتشر وما الى ذلك. لازم في الاخر احط له كول تو اكشن، او اللي هو في حاجة فعلية هو اديله قاله يعرفها علشان او يعملها، ياخد رياكشن او ياخد اتجاه علشان يقدر يوصل لي او يقدر ان هو يتفاعل معايا بشكل دايم. فدي حاجات مهمة جدا او الاساسيات لازم بسألها لنفسي قبل ما بكتب، او قبل ما بحط الكلام اللي انا هكتبه. فدي حاجة مهمة، أو ده خلاصة السؤال. بس السؤال ده برضو المفروض إن أنا هكتبه عندي بحيث إن أنا أحطه في الأجزاء اللي هنتكلم فيها أو اللي هنتابع عليها. طيب هاخد أنا الأسئلة اللي في الشات جزء جزء كده، وفي نفس الوقت أنا ببني على الأجزاء دي بحيث إن إحنا لما نتقابل كل مرة نتكلم في حاجة ليها علاقة بالموضوع، وهرتب اللقاءات كلها في نفس الاتجاه. بس حضرتك يا استاذه ملفت الفكره وصلت لك بالظبط، او قدرت اوصل لك اللي حضرتك محتاجاه؟ تمام، شكرا لله. طيب اتفضل. بالظبط تمام.
أكيد طبعا. تمام. طيب تمام. هو فعلا زي ما استاذ احمد قال، انتوا يعني انا يعني السكادول عندي او اللي انا بايده عندي بيكون في نفس الاتجاه الاي سي او وكتابه المحتوى، وفي الاخر خالص جزء الادز او جزء الاعلانات. بس خلينا برضو نشوف الدنيا رايحه لفين، وان شاء الله في اخر اليوم النهارده هنرسم مع بعض كده ستراكشر او طريقه معينه ان شاء الله نبتدي ناخدها نمشي بيها بشكل ان شاء الله كويس يعني. طيب انا هاخد برضو من الشات كده كذا حاجة علشان نبتدي نظبط الدنيا، نشوف ان شاء الله هنكمل على ايه او هنستارت من المرة الجاية في ايه. طيب الجزء اللي بعد كده انا قلنا ازاي اسوق موقع يا استاذ علي. بص يا استاذ علي، وحضرتك علشان تعمل تسويق للموقع بتاعك، التسويق للموقع بيكون ليه طريقتين. اول حاجة ان انا اعمل اعلانات للموقع ده. يعني ايه اعمل اعلانات؟ يعني المفروض ان انا بروح لجوجل، وفي عنده حاجة اسمها جوجل ادز او جوجل ادورد. طيب بروح لجوجل ده وبقول له والله انا المفروض عايز اعمل اعلان علشان اطلع الموقع بتاعي وان الناس تشوف الموقع بتاعي. دي حاجة، دي اول نقطة. تاني نقطة ان انا بشتغل على الموقع بتاعي في ال SEO، وان انا اخلي الموضوعات اللي فيه متوافقة مع الناس اللي بتعمل بيه سيرش. يعني مثلا لو انا مثلا الموقع بتاعي مثلا بيتكلم عن العاب الاطفال مثلا، طيب خلاص يبقى انا بتكلم ان انا اي حد هيخش يكتب اي كلمة ليها علاقة بالعاب الاطفال انا اظهر له في الاول. كتب العاب اطفال، كتب العاب اطفال صغيرة، كتب مثلا مواقع العاب اطفال، كتب اماكن بيع العاب اطفال، العاب اطفال مثلا، العاب اطفال الكترونية، العاب اطفال بلاستيك، اي حاجة فيها العاب اطفال ما دام تخص موقعي اظهر له فيها. يبقى دي النقطتين اللي انا بشتغل عليهم علشان اخلي الموقع بتاعي باين ومشهور، وان الموقع بتاعي يتشهر، ان انا اشتغل عليه اعلانات او ان انا اشتغل عليه تحسين لمحركات البحث، او زي ما بنسميها الاس اي او، تمام، او زي ما اسمها بالانجلش اس اي او، تمام. طيب تمام. 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 طيب الإعلانات اللي بتيجي عند حضرتك بالنسبة للموقع بتاعك هي بتبقى إعلانات بس مش جوجل اد، بتبقى إعلانات جوجل ادسنس. يعني الناس اللي هي بتخش تخلي جوجل أو بتقول لجوجل اظهر الإعلانات في موقعي، لكن اديني عليها فلوس ما دام أنت بإيه بتعلن جوه موقعي. دي حاجة. حاجة تانية، لو أنا عايز أعمل إعلانات للموقع بتاعي فدي ليها حاجات مختلفة. ان انا بخش زي ما قلت لحضرتك على جوجل ادورد وبختار نوع الاعلان، يا اما بختار الاعلان او الهدف الاعلان نفسه، يا اما الاعلان يظهر في الابليكيشنز اللي على الموبايل او يظهر في المواقع او التطبيقات. زي مثلا لو اي حد مثلا محمل مننا مثلا الابليكيشن بتاع شير ات مثلا، ممكن هو كل ما يفتح الابليكيشن يجي له اعلان، كل ما يفتح ابليكيشن يجي له اعلان. ده نوع. طيب ممكن مثلا نوع تاني ان انا اعمل اعلان يظهر لي على اليوتيوب. ساعات واحنا لما بنفتح اليوتيوب كده اكيد كلنا بنفتحه بيظهر لنا الاعلان، وبعد كده الاعلان بيروح او انا بعمل له سكيب وبعديه، تمام. ممكن اعمل الاعلان في السيرش نفسه،
يعني ايه؟ يعني لما حد يعمل سيرش اظهر له في النتائج الاولانيه من البحث، لكن في الاول خالص فوق. فده نوع كمان من انواع الاعلانات. ممكن اعمل انواع تانية من الاعلانات، ان انا اربط الويب سايت بتاعي تمام بالسوشيال ميديا، ان اي حد ساعات مثلا انت لو دخلنا على سوق دوت كوم او دخلنا على جوميا او ما الى ذلك، ندخل على الموقع بتاع جوميا مثلا ندور مثلا على مثلا العاب رياضية مثلا. طيب ممكن بعد كده اجي افتح فيسبوك بتاعي او افتح انستجرام او اي سوشيال ميديا، الاقي الاعلان بتاع الحاجة اللي انا كنت بدور عليها على الموقع. طيب ازاي ده حصل؟ ده برضو انواع من الاعلانات متطورة شوية. طيب يعني انواع بقى كتيرة جدا، والمجال الاعلانات كبير جدا. فانا يا اما بشتغل على الاعلانات يا اما بشتغل على الاس اي او، او بشتغل الاتنين مع بعض عشان موقعي يبقى مشهور. ده بلس حاجة مهمة جدا جدا جدا، وهي الكونتنت اللي على الويب سايت، المحتوى اللي على الويب سايت، ان هو يكون اوريجينال مش متكرر، موقع المحتوى مفيد للي هيقراه، الموقع متوافق طبعا مع محركات الاي سي او. الاي سي او عندي كذا جزء. اول حاجه في جزء التكنيكال او الجزء اللي هو الفني، الجزء اللي هو بقى بتاع الايه، التظبيط بتاع اللينك بتاع الموقع والحاجات الفنيه اللي هو زي مثلا البرمجه بتاعت الموقع والحاجات دي، والسرعه بتاعت الموقع، يعني ان انا لو فتحت الموقع هو سريع ولا بطيء. ده جزء. الجزء التاني بتاع المحتوى، المحتوى اللي موجود على الويب سايت او الموقع، المحتوى ايه جودته بالظبط، من ناحيه عدد الكلمات، من ناحيه تكرار المحتوى والحاجات دي كلها. حاجات تانية زي الإعلانات أو ظهور الموقع في أماكن تانية، تمام. فهي بقى ليها طرق كتيرة. في الأول طيب بنعمل إيه تقليصا لكل ده، أو خلاصة كل الكلام ده كله؟ بجيب الموقع وببتدي أعمل حاجة اسمها استراتيجية للموقع. بقول والله أنا الموقع بتاعي أهو، وأرسمه كده على ورقة وقلم، وأقول أدي الموقع بتاعي. طب أنا محتاج ناس تزور الموقع ده. طب الناس اللي هتزوره دي لازم يكونوا مهتمين بايه؟ لازم لو انا بشتغل ك اس اي او اي حاجه الكترونيك او اي حاجه ميديا او اي حاجه ديجيتال، سواء بقى ديجيتال ماركتنج، سواء على جوجل كادز او ايا كان اللي انا هشتغله كماركتنج، اي حاجه ليها ريليتد بالماركتنج، لازم اول حاجه افكر فيها اول حاجه الاودينس، العملاء، الزوار، الناس اللي هتيجي دي هم مين بالظبط. مفيش حد بيفتح موقع عليه خاص بحاجة معينة إلا لما لازم يكون ليه عملاء يزوروه، والعملاء دول مستحيل يكونوا مصر كلها، مستحيل يكونوا العالم كله، مستحيل يكونوا دولة معينة، لازم يكون فئة معينة. يعني أنا مثلا موقع مثلا بيبيع أو بيتكلم عن أي حاجة، لازم يكون ليه موضوع معين بيتكلم فيه، ليه ناس مهتمية بيه. كلنا كده مثلا صحفيين، او كل اللي مشرفين هنا دلوقتي صحفيين. طب هل كل اهتماماتنا زي بعض؟ لا، احنا مهتمين بالصحافة، بس كل واحد مننا او كل مجموعة مننا ليها اهتمامات معينة. فلازم اسأل نفسي اول سؤال كده، ايوه انا الكلاينت بتاعي مين، تمام. وببتدي اشوف بقى الكلاينت ده او اليوزر ده او المستخدم او الزائر ده جاي منين بالظبط. هجيبه من على فيسبوك، ولا هجيبه من الاعلانات، ولا هجيبه من السيرش، ولا هجيبه من ان انا اكتب اسم الموقع مثلا في حفله او في ايفنت، ولا انا اوزع الموقع على صحابي في ورقه والناس تدخل عليها. ايا كان بقى، المفروض ان انا ببني استراتيجيه معينه عشان الناس دي تخش هنا. ده دي اول حاجه، وبناء على الاستراتيجيه دي ببتدي اشتغل، تمام. طيب ازاي اعمل؟ وصلت الفكره يا استاذ علي؟ تمام. طيب الأستاذة إسراء بتقول ازاي اعمل بروفايل لويب سايت شركة او صفحة على الفيسبوك، ايه نقاط القوة اللي نركز عليها في الكتابة؟ طيب هو هنا السؤال فيه سؤالين، يعني السؤال جواه سؤالين. ازاي اعمل بروفايل لويب سايت شركة او صفحتها على الفيسبوك؟ لو انا بعمل ويب سايت فده حاجة، ده موضوع. لو انا بعمل صفحة على الفيسبوك فده موضوع تاني، ده غير ده. لو انا بعمل موقع فالموقع ملوش علاقة بالصفحة بتاعت الفيسبوك. بعمل الموقع يبقى انا بجيب واحد مبرمج
بتاع مواقع واقول له والله اعمل لي الموقع ده، تمام، انا عايز اعمل موقع للاكل، موقع للالعاب، موقع لبيع الاحذيه، موقع بيع هدوم، ايا كان الموقع، بقول له والله انا عايز اعمل موقع وادي له مواصفات الموقع يعمل الموقع ده لو بتاع موقع. طيب لو انا هعمل صفحه على الفيسبوك، فانا هعمل الصفحه على الفيسبوك، فيبقى انا خلاص بدخل على فيسبوك وبعمل كرييت بيج، او ان انا بعمل انشاء صفحه، وابتدي امشي في الخطوات بتاعه انشاء الصفحه، ان انا بقى بعمل لها هدف معين، وبحط لها الصور بتاعتها بكيتشر، وبحط لها الكوفر، وببتدي اكتب الاباوت بتاعتها او المواصفات بتاعت الحاجه اللي هبيعها عليها، او الصفحه دي بتاعت ايه بالظبط، وببتدي اظبط ان انا ابني لها لوياليتي، اللي هو يعني شكل معين. يعني مثلا لو حد مننا دخل على صفحه فودافون مثلا، فهيلاقي صفحه فودافون كلها احمر في احمر، الكتابه عليها زي بعض، التفاصيل فيها تحس ان انت داخل فرع فودافون مش صفحة فودافون، تمام. فهي بنبني للصفحة هوية معينة او شكل معين، وبنكمل بقى بقية الخطوات كتير بقى لما تيجي وقتها هنتكلم فيها. طيب نقطة القوة اللي ركز عليها في الكتابة، ان انا اكون بتكلم مع التارجت اودينس بالظبط، لازم انا اكون فاهم الناس اللي بكتب لها دي مين بالظبط، واقدر ان انا احدد ان انا كاتب لهم دول اوصل لهم ازاي، او ايه الطريقه اللي اتكلم معاهم فيها وابتدي اكلمهم. دي حاجه. حاجه تانية، لازم أن الكتابه تكون اوريجينال، ما ينفعش ان انا اخد كوبي بيست او اخد نسخ كده من اي حته واروح حاططها، تمام. ما ينفعش ان انا اخد الكلام بتاع حد واروح حاطه في اوريدي، لا انت كده عملت دوبليكيت او حاجه متاخده، فدي حاجه مش هتنفع ولا في محركات البحث ولا في كتابه فيسبوك ولا في اي حته، تمام. فلازم تبتدي بقى انت تكتب، وتكتب حاجه بقى ليها مردود كويس. طيب دي كانت اجابه الثلاث اسئله اللي في سؤال واحد يا استاذه اسراء، فكده بالنسبه لك الدنيا تمام. فين اسراء؟ اوكي، واضح ان هي تقريبا خرجت. ماشي، مساء الخير يا باشمهندس محمد ابو سي، اهلا. تمام، حلو جدا. تمام، بص، يعني بعيدا عن الجزء التكنيكال اللي حضرتك قلته، اللي هو اربط الصفحه بسوق دوت كوم والجزء ده، او اربط الموقع، سوري، اربط الموقع بسوق دوت كوم، بعيدا عن الجزء ده، فاحنا كجزء عملي ده احنا هنوصل له او هنبتدي فيه على طول. عشان كده عملنا المره دي تعريفيه، بحيث ان انا اقدر افهم التفكير بتاع حضراتكم واصل لفين او محتاجين ايه، عشان لما نيجي نطبق او لما نيجي نشتغل ما تلاقيش حضرتك مثلا بتعمل حاجة انت مش هو ده اللي انت عايزه، او الاستاذة مثلا اسراء بتعمل حاجة هي مش عايزاها. فاحنا حاليا المرة دي او الجزء بتاع المرة دي بنتكلم في او بنتناقش في الاجزاء اللي محتاجينها ايه بالظبط، تمام. فزي ما قلنا الكور دلوقتي حاليا كله بيتكلم على، او المين بوينت بتاعه الشغل، ان احنا بنتكلم حاليا في الجزء بتاع الاي سي او، تمام. ده اول جزء. تاني جزء بعد كده المحتوى، تالت جزء الاعلانات. لحد دلوقتي الريت بتاع الشغل اللي هنشتغله هيكون ماشي في نفس الاتجاه الى ان يظهر جزء مختلف. ده جزء، تمام، ده جزء من الـ SEO، فما دام هنشتغل SEO يبقى اكيد هنشتغل الجزء ده، تمام. شكرا لله. اتفضل حضرتك.
تمام. 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 بص حضرتك يا استاذ احمد، يعني انا سعيد جدا ان حضرتك واصل للقدر ده من المعلومات، او القدر ده من تفهمك للجزء بتاع الفيس المواقع وما الى ذلك. لكن حضرتك محتاج، او المفروض بيكون في ترتيب للاحداث. بمعنى دلوقتي انا لو هشتغل على الموقع، فانا باخد بروسس او خطوات معينة عشان اقدر اوصل لان انا اخد كلمات ليها بحث كتير لكن مفيش عليها منافسة كبيرة. ده جزء من الاجزاء. طيب المفروض بعمل ده ازاي، او بشوفه ازاي؟ بيكون واحنا شغالين دايما في الـ SEO بيكون في ادوات معانا بنشتغل بيها عشان تبين لنا النتائج دي. زي مثلا وانا بفتح جوجل، بفتح في حاجة اسمها جوجل ادورد، وبرضو واحنا بننفذ هنفتح الكلام ده كله وهنشوفه وهنكمل كل الاجزاء دي. بفتح حاجة اسمها جوجل ادورد ومنه بكتب الكلمة اللي انا مستهدفها، او الكلمة اللي هي عبارة عن الموضوع اللي انا شغال عليه. يعني مثلا لو انا الموقع بتاعي إخباري، تمام. 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 كويس. طبعا. تمام. 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 كويس، كويس جدا. بإذن الله واحنا شغالين. بالظبط. بالظبط. بالظبط.
تمام. هو فعليا واحنا شغالين هناخد الجزء ده، او واحنا شغالين هنوصل للمرحلة دي. ده جزء مهم جدا وما ينفعش ان احنا نعديه، لكن هيجي في وقته او في المرحلة بتاعته، في حين ان احنا لو خدناه في مرحلة غير المرحلة بتاعته هيكون في حاجات طبعا قبلها كتير وقع، بعض زمايلنا مش هيقدروا ان هم يوصلوا ليها او يقدروا ياخدوا بالهم منها او يقدروا ينفذوها. طب الى اي مدى؟ الى مدى التنفيذ الفعلي، ان حضرتك لما نيجي نشتغل والله ده واحد اتنين تلاتة المفروض بنشتغل بشكل زي ما حضرتك هتكون شايف، وهيكون الزملاء شايفين الشاشة فعليا وبيطبقوا على الأجهزة عندهم، وفي نفس الوقت هيكون في مساحة عدد أيام معينة بحيث التطبيق، وخلال التنفيذ ده وحضرتك او الزملاء شغالين، هاي اللي بتقف معاه جزئية او في حاجة بيبتدي يقول لي والله انا عندي الجزئية دي فيها مشكلة، فلا فالمفروض الجزئية دي حلها واحد اتنين تلاتة، او الحل بتاعها بيكون كالآتي. فده اللي هنشتغله او اللي هنوصله، ودي الطريقة اللي هنشتغل بيها او هنوصلها. شكرا لك. اتفضل. اكيد. تمام. انا يعني فاهم كويس جدا اللي حضرتك بتقوله، لكن هو ده مش شيء تقني اطلاقا، او مش شيء هو حاجة مفتعلة، او حاجة اوريدي هي بيبقى تأثير، او زي ما بنقول خلاص انا هسلم الموقع فخلاص انا مش مستفيد. يعني للأسف بعض الشركات بتعمل كده، انا مش مستفيد من صاحبه في حاجة، او ان انا مش هعمل، فبتلاقي فيه تأثير، او بيكون قلة خبرة من شركة لشركة، او طريقة تنفيذ مختلفة. زي بالظبط كده الشغل في الديجيتال او الشغل في الاونلاين بيكون عامل بالظبط، او انا بحب اشبهه بفكرة الماتش الكورة، اللي هو انت ماتش كورة ونازل تلعب بطريقة معينة تكسب بيها، كان ممكن تلعب بطريقة تانية تجيب بيها جوان اكتر، وكان ممكن تلعب بطريقة اقل تخليك تخسر او تتعادل. فممكن تسلم الماتش لمدرب اللي هو مثلا بنعتبره الشركة اللي ماسكة الويب سايت بتاعك، يديك شغل ما شاء الله، وتلاقي نفسك بتكسب كل المطوشة، تلاقي نفسك الشغل كويس. ممكن تديها لشركة تانية تلاقيها شركة ما عندهاش ما يكفي من الخبرة ان هي تقدر تدير موقع بحجم معين او باسم معين، فتلاقي في منافسين ليك او مواقع تانية منافسة ليك بتقدر ان هي تاخد منك جزء كبير من البطولة، او تاخد منك جزء كبير من الماتش اللي انت بتلعبه. فالموضوع كله بيعتمد على استراتيجيات، لكن الكرة واحدة والملعب واحد والارضية واحدة واللاعبين انت بقى وشطارتك على حسب ما تحركهم انت والماتش يعني، فهي نفس الفكرة. فلما يحصل دروب فيبقى انت حضرتك زي بالظبط كده جبت مدرب جديد للفرقة، فهو ده اللي فرق معاك. لما تكتب مقال معين وهو اللي يعلي الويب سايت بتاعك، فاعرف ان انت جبت مثلا
مدافع فرق معاك او مهاجم قدر يجيب لك مجموعة اجوان اللي هما مثلا زوار بشكل كبير، فيمكن يكون المثال ده قدر يقرب الدنيا كويسة. طيب ده هتفرق ازاي او هتفرق في ايه؟ حضرتك ممكن تعتبر نفسك صاحب النادي او المدير الاداري للنادي، فتقدر من انت بقى وشطارة حضرتك تقدر تجيب المدرب الكويس وتقدر توفر له الامكانيات مع طبعا جزء كويس او جزء لا بأس به من الفهم او التطلع الكافي، ان انا اقدر لما يجي المدرب يقول لي والله ده انا ما جبتش جوان مثلا على ان انا الماتش كان وحش او الفرقه كانت وحشه او كانوا بيلعبوا وحش او ايا كان، لا انا اقدر ارد عليه واقول له لا انا فاهم في الكوره، انت ما قدرتش تعمل ده، انت عملت حاجه مختلفه او انت في عندك مشكله معينه. انما طول ما المدرب عارف ان صاحب النادي انا اسف في اللفظ مش فاهم حاجه، فاوريدي هو هيلعب براحته هو واللعيبه، تمام. فانت لازم يكون في جزء لا بأس به زي ما قلنا، مش لازم التفاصيل، لكني على الأقل أكون فاهم المصطلحات، فاهم اللعب ماشي ازاي، وبجيب بقى شركة تدير لي الماتش أو يعني مدرب يقدر يلعبني بطريقة كويسة على جوجل أو في الملعب. أتمنى أكون قدرت أوصل الصورة بمثال كويس يعني. تمام، بإذن الله يا أستاذ مصطفى، شكرا لك. طيب بحاول أشوف الشات فيه إيه تاني. هو تمام، فين أستاذة نريمان؟ خليفة صحفية في البوابة نيوز، إزاي أبحث عن كلمات مفتاحية أقدر أتصدر بيها؟ طيب لو أنا هعمل بحث عن كلمات معينة علشان أقدر أتصدر بيها، فدي بيكون ليها شغل وطريقة تانية مختلفة. زي ما قلنا وإحنا شغالين جوه المجال بنشتغل على الجزء بتاع الأدوات، دايما بيكون لنا أدوات، لازم يكون لنا أدوات نلعب بيها أو أدوات نقدر نشتغل بيها. فبنشتغل الأول على إن إحنا نعرف زي ما قلت في الأول، نعرف التارجت أودينس بتاعنا أو العملاء أو الزوار أو الناس اللي إحنا بنستهدفها مين، وبناء على الناس اللي إحنا بنستهدفها بنبتدي نحدد بعض الكلمات ونبتدي نطلع التفاصيل بتاعت الكلمات، إيه الكلمات المباشرة والكلمات الغير مباشرة والكلمات الطويلة والكلمات القصيرة، ونشوف الناس بتدور على ايه، يعني الناس بتدور على ايه. لو حضرتك مثلا دخلت دلوقتي انت معايا كده ودخلت على جوجل وكتبت بحث عن اي حاجة، مثلا بحث عن ملابس، بحث مثلا عن تفاصيل اي حاجة تقدر تكتبها في البحث، هتلاقي في اخر الصفحة خالص هتلاقي جوجل بيقول لك ايه مثلا كلمات اخرى متعلقة بالبحث بتاعك، وهتلاقيه كاتب لك 4 5 نماذج كده مختلف، تمام. هو ده مثلا، دي حاجه شبيهه بالتول او حاجه في مثال الادوات اللي ممكن نستخدمها. بنشوف الناس بتدور على ايه وبناء عليها نختار الكلمات ونحطها بشكل مناسب جوه المحتوى اللي بنكتبه او جوه المقال اللي بنكتبه او جوه الجزء اللي احنا بنكتبه. فانا لو احنا بنشتغل بقى على الكلمات المفتاحيه لازم نشتغل على الجزء ده، في حين ان الكلمات المفتاحية مش هي بس الجزء المهم او اللاعب الوحيد في ان انا اتصدر، لا في حاجات تانية مختلفة بعوامل مختلفة اساسيات بعملها، زي مثلا جودة الموقع، زي مثلا التفاصيل بتاعت المحتوى وما الى ذلك، تمام. أظن كده قدرت أجاوب شوية عن الجزء بتاع أستاذ أحمد. طيب سؤال يا أستاذ محمود، إيه المعايير اللي بتقيس عليها مقروئية الصحف الورقية وانتشار محتواها؟ طيب إحنا عندنا في الماركتينج الجزء بتاع المنشورات الورقية هو حاجة بنقول عليها تراديشنال أو حاجة بنقول عليها أوفلاين أو حاجة بنقول عليها حاجة ملموسة، دي بتتقاس بعدد المبيعات، تمام، ملهاش اي مقياس تاني. او طب مثلا لو انا بانر في الشارع او لو انا لوحه محطوطه في الشارع، المقياس الوحيد لعدد الناس اللي شافت اللوحه اللي في الشارع دي او البانر او كده هو عدد الناس اللي عدت. طيب عدد الناس اللي عدت دي
كام حد عدى وهو مش مهتم، وكام حد عدى هو مهتم، ما هتلاقي حضرتك مش عارف، طيب او ما تقدرش توصل لها. طب كام حد هو قدر ان هو يكون مهتم وخد باله من الكلام المكتوب، او بالنسبه له هو حاجه مهمه؟ لا انا مش هقدر اعرف ده، او انا مش هقدر اخد بالي من ده. فده بيتحدد بس على نسبه المبيعات، او ان انا لو انا يبقى منشور معين او حاجه محدده اللي انا بنشرها، لو انا حطيت لها زي ما بنقول كول تو اكشن او معيار استجابه، فانا بقدر من خلاله. زي مثلا انا لو قلت مثلا اشتري مثلا الخصم مثلا على عدد تيشيرتات معينه او عدد ملابس معينه، واخلي فيه رقم تليفون خاص بالاعلان ده، بناء على عدد الارقام اللي هتتصل هي واللي هتجيلي يبقى هي دي الناس اللي اهتمت، وبناء على المبيعات ببتدي اعرف ان انا حققت ايه بالظبط من الاعلان. ده ممكن يكون معيار وحيد او معيار بسيط اللي انا اقدر اشتغل عليه. عشان كده حاليا الناس كلها متجهه ناحيه الديجيتال ماركتنج، اللي هو فيه ارقام واحصائيات وتفاصيل، تفاصيل كبيره جدا اقدر ان انا افهم منها واعرف منها ازاي اطور من نفسي، ازاي اقدر اوصل بشكل احسن، ازاي ان انا احقق نجاح في الكلمات اللي بكتبها او المواضيع اللي بكتبها وما الى ذلك. طيب ده كان الاجابه بتاع الجزء الورقي. يا استاذه رانيا، الاستاذه رانيا هنا يا ريت تقول لي ان هي كده الدنيا بالنسبه لها مظبوطه، او هي وصلت لها الفكره بشكل كبير. طيب سامعيني طيب كده؟ تمام. طيب ايه تاني السؤال اللي بعد كده؟ ايه المواقع اللي ممكن اعتمد عليها كصانع محتوى لتحديد الـ SEO؟ المواقع اللي انا اقدر اعتمد عليها علشان احدد الـ SEO بتاعي بناء على كل مرحلة في مراحل الـ SEO بتاعي. يعني انا لو في مرحلة معينة من مراحل الـ SEO، او في مرحلة مثلا بناء الموقع، دي مرحلة فليها ادوات معينة تقدر تحدد هل الموقع ده متوافق مع الـ SEO ولا لا. تمام. بعد بناء الموقع، انا في مرحلة ان انا بحط الداتا او برفع الداتا على الموقع او البيانات المحتوى وما الى ذلك، فدي مرحلة مختلفة. المرحلة دي بقى ليها ادوات معينة وبتقيس النجاح من فشل المحتوى اللي انا حطيته. طيب بعد ما حطيت المحتوى، المفروض ان انا بعمل اعلان للمحتوى ده على الموقع، ففي معايير وادوات تانية بحدد بيها المرحلة دي. فعلى حسب كل مرحلة بيكون ليها الادوات بتاعتها. تمام. ومع الوقت واحنا شغالين او احنا بنطبق هنشوف كل مرحلة الادوات بتاعتها ايه، لان طبعا الموضوع واسع جدا جدا جدا. تمام. رانيا، استاذه رانيا، انا جاوبت على سؤالك تقريبا، بس مش عارف واحد تقريبا حضرتك مش هنا او ايه، مش عارف. طيب استاذ مصطفى، سؤال تقني، هل الهوست او السيرفر بيفرق في حجم انتشار الموقع؟ لا، الهوست والسيرفر ما بيفرقش طبعا في حجم انتشار الموقع، مهما كان الهوست بتاعك او حجم الموقع بتاعك، هو ملوش علاقة. هو المهم ان الموقع يكون او الهوست بتاعك والسيرفر بتاعك يكون ملائم وكويس مع موقعك وخلاص، انما ملوش علاقة بمدى انتشار الموقع اطلاقا. طيب هل ممكن تكون الشركة انترناشونال ده بيساعد في انتشار الموقع بتاع المحتوى اللي فيه؟ في عندنا جزئين من انواع المواقع، يا اما موقع انترناشونال يا اما موقع لوكال. طب الموقع اللوكال ده ليه جزء في الشغل خاص ملوش علاقة بالموقع الانترناشنال، لان انا مثلا لو انا عملت مثلا سيرش او عملت بحث على جوجل مثلا، بدور مثلا على محل ملابس. طب محل ملابس ده هيجيب لي محل الملابس اللي قريبين مني اللي موجودين جوه مصر. طب لو واحد في كندا او واحد في دولة تانية وكتب برضو نفس الصيغة اللي انا كتبتها وكتب محل ملابس، تمام، طب ما اوريدي هيجيب له على حسب المواقع اللي موجود فيها او الاماكن اللي هو موجود فيها. طب ايه فرق البحث بتاعي عن البحث بتاعه؟ لان احنا الاثنين مواقع لوكال، مواقع محلية
مواقع على حسب الدايره اللي احنا موجودين فيها، وده اللي الموقع بتاعي مبني عليه، فبيبقى له شغل اس اي او مختلف، وبيكون ليه طريقه عمل مختلفه، لكن الانتشار بتاعه محلي. تمام، وده طبعا بيبقى اسهل في الشغل عن موقع انترناشونال. طيب لو انا بشتغل موقع انترناشونال، فانا بعرف جوجل بادوات معينه وبتولز معينه وطرق معينه، ايه الـ 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 الادوات اللي بستخدمها، وان انا موقع انترناشونال وبديله تاجات معينه وبديله شغل معين كده، واحنا شغالين في الاي سي او في الجزء التكنيكال تحديدا، ايه الـ 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 ايه الجزء بتاع البلاد اللي انا ببان فيها، والمناطق اللي انا موجود فيها او ليا فيها فروع، او الناس اللي انا محتاجها تشوفني من بلاد تانية. فلو انا بشتغل انترناشونال فده لي شغله، تمام، وليه مدى انتشاره. طب لو انا شغال لوكال او شغال في مصر، تمام، لا لو انا شغال في مصر فده، او شغال محلي سواء انا مصري بس، لبنان بس، السعودية بس، الإمارات بس، على حسب الدولة اللي أنا شغال فيها، لا يبقى أنا ليا انتشاري محلي. طيب أنه الأسهل في الشغل؟ طبعا اللوكل، بس على حسب الأوبجيكتيف اللي أنت شغال عليه. أنا هدفي إيه من الموقع؟ هدفي إن أنا أنتشر على مستوى مصر، ولا هدفي إن أنا أنتشر على مستوى مثلا الصعيد؟ هل أنا يعني على حسب أنا هدفي إيه، وعلى أساسه بشتغل إن أنا أنتشر في الحتة دي، فملهاش علاقة، أنت على حسب الهدف وعلى حسب أنت شغلك. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده، ممكن ارد على السؤال بخصوص مدونة بلوجر ازاي اخليه يوصل لعدد كبير من الناس؟ برضو على حسب الشغل بتاع المدونة. انا بشتغل في المدونة دي، فانا هدفي اوصل لمين بالظبط، بحدد التارجت اودينس اللي هو او الكونسيومر او الناس اللي انا هوصل لها، وبعد ما بحدد الناس اللي انا هوصل لها ببتدي اشوف ايه الاوبجكتيف اللي انا هبنيها، وابتدي اشتغل على الكونتنت وابني شغل الاي سي او بقى وككونتنت بتاعي على حسب البلوجر بتاعي. طيب لو انا عندي موقع سي او، ايه المعايير اللي احققها عشان عندي موقع سي او؟ طب يعني ايه موقع سي او؟ مش فاهم. ايه المعايير اللي حققها علشان الموضوعات تظهر بشكل متقدم في سيرش جوجل؟ تمام، ده المعايير دي ان انا اظهر في محركات البحث في الاول. طيب ايه عشان اشتغل على ايه؟ طيب عندي اربع حاجات اساسيين علشان كمعايير، لو انا اشتغلتهم طبعا كل واحده فيهم هي كبيره جدا وفيها شغل كتير جدا، بس كل واحده فيهم هي المعايير. اول حاجه التكنيكال، SEO تكنيكال، اسمها SEO تكنيكال، اللي هو الشغل ال جوه الويب سايت نفسه بقى، من البرمجه واللينك والحاجات دي كلها. انا بحاول ادور بس على مصطلحات تكون خفيفه، اللي هو اللينك بقى والشغل بتاع البرمجه بتاعت الموقع وسرعه الموقع والامن بتاع الموقع، ان الموقع يكون امن، ما يكونش موقع مفهوش امان. ده جزء تكنيكال، فعلى حسب المعايير دي جزء التكنيكال ببتدي اشتغل عليه. طب اللي بعد كده الحاجات اللي هي اون بيج، اللي هو جوه الويب، الحاجات اللي جوه الويب سايت، اللي هو المحتوى والصور والخريطه بتاعت الموقع والحاجات اللي هي الاساسيه، وسهوله دخول الموقع، وان العميل اللي يخش الموقع يكون بيقعد فيه فتره طويله وبالنسبه له الموقع سهل. طيب بعد كده شغل الاس اي او الخارجي، اللي هو ان انا بقى اشتغل على محتوى في كلماته كويسه، ببتدي اشتغل على الجزء اللي هو معدل ظهوري، زي مثلا العناوين، زي الوصف بتاع الموقع والحاجات اللي هي الخاصه بالهوم بيج. طيب الجزء اللي بعد كده ببتدي اشتغل على الجزء بتاع الكلمات المفتاحيه، الكلمات المفتاحيه اللي انا حاططها او الكلمات اللي الناس بتدور بيها هي اللي جوه الموقع ولا لا. يعني مثلا لو انا مثلا كاتب مثلا محل مثلا بيبيع بيتزا، طيب لو انا مش كاتب اصلا في الموقع بتاعي بيتزا، طب ما هو اوريدي الناس اللي هتعمل سيرش على البيتزا اوريدي انا مش هظهر لها اصلا، لان انا مش حاطط الكلمات اللي هم بيدوروا بيها. تمام، لو الناس بتقول مثلا كلها بتدور على البيتزا مثلا بالالف،
وانا كتبت البيتزا بيتزا في الاخر بالتاء المربوطه، طب ما اوريدي انا كده مش هظهر لهم، لان الكلمه اللي هما بيدوروا بيها غير الكلمه اللي انا حاططها. ده طبعا مثال بسيط جدا 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 يعني. تمام. طيب دي الاربع حاجات الاساسيه اللي لازم انا اشتغل عليهم. طيب وكم عدد الموضوعات او عدد الكلمات اللي لازم على الموقع يوميا عشان يبدا يظهر ويجيب اعلانات؟ لا هو ملهاش علاقه يعني، عدد الموضوعات وعدد الكلمات اللي في اليوم دي لا ملهاش علاقه، مفيش معيار كده اللي هو انا لازم كل يوم اعبي فيه عدد كلمات معينه، لا ما ده مش معيار ابدا وملوش علاقه اصلا بموضوع الاي سي او. طيب الصوت تمام، الصوت تمام. هل ممكن تكون المحاضرة مسجلة تنزل على الجروب لأني ما حضرتش من الأول؟ أوكي حاضر يا أستاذة شيرين، بحاول إن أنا أسجل فعلا المحاضرة وإن شاء الله أرفعها لكم يعني. طيب إيه الأدوات اللي بتبين الزوار على الموقع بيهتموا بإيه؟ في حاجتين، أول حاجة أداة تبع جوجل اسمها جوجل كونسول، تمام. تاني حاجة اسمها جوجل اناليسز. دول اول ما بنشتغل على الموقع بنربط الموقع بيهم علشان نقدر نفهم الناس اللي جت على الموقع دي جت منين، جت من فيسبوك ولا جت من السيرش ولا جت منين، ودخلوا قعدوا في اي صفحة اكتر، وخدوا اكشن قد ايه، وعددهم قد ايه، وسنهم وتفاصيلهم وكل حاجة، تمام. فهم دول الاداتين اللي المفروض انا بتعامل بيهم، جوجل كونسول و جوجل اناليتكس، تمام. دول الاداتين اللي المفروض انا بشتغل عليهم. من الواضح كده بقى يعني تقريبا دي كل الاسئله، فمن الواضح ان كل شغلانه هيكون في البدايه اي سي او، وبعد كده نبتدي نشتغل على الكونتنت، وبعد كده نبتدي نخش في موضوع الادس ان شاء الله. دي كده تقريبا كل الاسئله، والحمد لله انا كده قدرت اوصل بشكل دقيق للحاجات اللي حضراتكم محتاجينها. فهل في اي اسئله تانية؟ طيب استاذ علي هبعتهم لك يعني، ابعت لي مسج على الماسنجر، هبعت لك يعني فكرني فيهم، وانا هبعت لك اللينكين دول بحيث ان انا اتابع معاك لو احتجت اي حاجه فيهم. الموعد التاني هحدده وباذن الله هبلغكم على الجروب عشان ان شاء الله نبتدي على طول يعني ان شاء الله. بس انا حد محتاج اي حاجة او عنده اي سؤال قبل ما نقفل او كده؟ اتفضل يا استاذ احمد. لا احنا كده هنا برضو هيكون في الجزء ده، هيكون في ان انا اشير معاكم السكرين ونبعت شات وكل حاجة هتكون متاحة بإذن الله. تمام انا باذن الله يعني هنحدد المره الجايه هتكون امتى، وباذن الله على الجروب هنتابع يعني، احنا كل ما لو الساده الزملاء تابعوا الجروب هنظبط بقى باذن الله الدنيا، وهنزل لكم بقى حاجات مختلفه باذن الله، وكل مره هيكون الموضوع مختلف عن اللي بعديه يعني، الدنيا هتتطور مع الوقت اكتر بكتير ان شاء الله.
وبس من المرة الجاية إن شاء الله هنبتدي بقى نشتغل على طول، يعني خلاص إحنا كده فهمنا. بس كان يهمني المرة دي نفهم، بس أفهم إلى أي مدى التفكير والدنيا واصلة لفين، عشان لما مثلا لو ابتدينا مثلا لو كنا ابتدينا كونتنت كان هيبقى الزملاء عندها مشكلة، لأ هما مش محتاجين كونتنت دلوقتي، فعشان نكون متوافقين وفي نفس الوقت تبقى أناليسس سريعة كده عن البداية، نقدر نحدد نبتدي منين بالظبط يعني. بالظبط اه بإذن الله كل ده هيكون متحدد يعني بإذن الله من المرة الجاية. أنا كده فهمت الباك جراوند إيه، وبناء عليها كريت جزء تحضيري، وبناء بعد كده نبتدي نشتغل على طول. والله شكرا، والله انا اتشرفت بحضراتكم، وطبعا يعني اي حد بخلاف الميعاد اللي بنتقابل فيه او بخلاف اي حاجه، او يعني من دلوقتي او من قبل كده، في عنده اي حاجه اي مشكله اي سؤال اي حاجه يقدر يبعت لي، وانا يعني كده كده حتى لو ما ردتش في نفس اللحظه فانا برجع برد على كل المسج اللي بتجيلي يعني. فاي حد محتاج اي حاجه يقدر يبعت لي في اي وقت، وان شاء الله يعني اقدر افيدكم دايما. ربنا يخليك، ماشي يعني، يلا تصبح على خير، مع السلامة. شكرا لله يا أستاذ علي، ربنا يعزك. ربنا يخليك يا أستاذ محمد، ربنا يعزك، إن شاء الله الجاي أفضل بكتير. شكرا لحضرتك.